السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نعطيكم واحد النبذة كيفاش كان انستالي دي سيرفيس سو لينكس. مني كان هضروا على دي سيرفيس بيان سيور كان هضروا على دي اس بي والدي ان اس والسامبا والان اف اس والاف تي بي والتلنت والاس اس اش والاش تي بي. هادو سو سون دي سيرفيس لي تري امبورطون لي غيكونوا في ليكزام ان شاء الله. داكوغ. الوغ نشوفوا النقطه الاولى ديال كيفاش كنانستاليهم. النقطه الثانيه كيفاش غادي نسوف غارديو هاد لو طرافاي ديالنا افيك دو ميثود ديفيرون وخاصكم ديروهم بجوج نهار امتحان. والنقطه الثالثه كيفاش غنحاول نهز هادشي وغادي نحطو في لا ماشين فيزيك. اذا اول حاجه نهار امتحان غادي تلقاو خاصكم لي باكاج. سوا غادي تلقاو هادوك لي باكاج ديجا انستالي انت غير تفيريفي، سوا خاصك تانستاليهم وخاصهم يكونوا ديجا عندك في البيرو كما عندي انا هنايا، كيبانو ديجا لي باكاج كاينين ديجا عندي في لو بيرو. اذا اول حاجه غادي ديرها هي انك غادي تدخل للتيرمينال وتمشي للروت. هذه النقطه الاولى داكوغ، هذه النقطه الاولى نهبطوا هاد لا فينيتر. النقطه الثانيه غادي تمشي وغادي تكريي واحد دوكيومون وغادي تسميه مثلا مون ترافاي، جوست ان اكزامبل مون ترافاي. وي مون ترافاي داكوغ. اذا مون ترافاي وغادي تفتح هذا الفيشي، هذا هو فين غتبقى تحط لا كونفيغ ديالك، مفهوم؟ من بعد غادي نمشيو للتيرمينال و اتونسيون ما تبقاوش طابيو اي كوموند. مني غادي تلونسي سكريبت ما تبقاش طابي اي كوموند. اذا هذاك لو سكريبت سميو تحطو في البيرو، مفهوم؟ الشومان ديال البيرو ديالك فين كاين وغادي تحطو. فوالا. دونك انا البيرو عندي غادي ندير اول حاجه سكريبت وكندير الشومان سلاش هوم كتكوت بيرو، وهنا غنسميه مثلا ترافاي. جوست ان بيتي اكزامبل غادي نسميه ترافاي داكوغ. اين فوا كنضرب اونتري كيقول لك اتونسيون راه السكريبت ديجا بدا. هنا مثلا اول حاجه كنفيريفيو هي الكارتريز وتنديرو اف كونفيغ. اف كونفيغ دونك ديك اف كونفيغ يعني انت داكشي اللي غادي ديرو دائما غادي دير ليه كونترول شيفت سي وغتحطو حتى في مون ترافاي. هاني غنقول لكم علاش. كتمشي من بعد هذاك الكارتريزو اللي بغيتي تكونفيغوريها دون فاسون بيرمانونت، دونك هنا كنديرو في اي ام ولا جي ايديت سلاش او تي سي سلاش سيس كونفيغ مثلا سيس كونفيغ سلاش نيتورك تيري سكريبت وغنديرو اف سي اف جي اف سي اف جي تيري او تي اش زيرو. وهاد اللين هذا غادي ندير ليه كونترول شيفت سي نحطو في مون ترافاي. فوايي بحال مثلا الاولى نكتب على فيريفيكاسيون، ثانيا غندير ثانيا مثلا كونفيغوراسيون دو لا كارت ريزو. وهنا غدير اولا فيريفيكاسيون دو لا كارت ريزو مثلا اتفيريفيي ولا فيريفيكاسيون دو لا كونفيغوراسيون دو لا كارت ريزو، مفهوم؟ كونفيغوراسيون دو لا كارت ريزو. مزيان غادي نمشي نرجع. اون فوا كضرب اونتري كيطلع لك الفيشي هادي سي اون كونفيغوراسيون بيرمانونت. من بعد كتكونفيغور هادشي يعني كتعطي الديفايس هادشي كولو داكوغ. غادي تلقاو هادشي بيان سور تحت الفيديو في لا ديسكريبسيون، كتهز هادشي تتحطو هنايا داكوغ. تتخرج تدير كونترول ايشاب دو بوان دبليو في كيلون وتتخرج داكوغ. من بعد تترو ديماري سيرفيس ريزو مثلا سيرفايس نيتورك ريستارت كترو ديماري سيرفيس ريزو مثلا. وفوايي اذا ابخي كدوز لانستالاسيون ديال لي سيرفيس وكتبقى غادي انسي سويت. انفان كدير كونترول دي. هنا داك لو ترافاي كله مخبي دابا عندنا هنايا في هاد لو ترافاي هذا. ابخي غادي نمشيو وغادي نشوفو هذاك الفيشي شنو كاين فيه. كدير كات دونك درنا ديجا سكريبت، اذا غنديرو كات اونتري. فوالا هادشي راه ديجا حنا اللي درناه ومن غيبنا من هنا
هنا فين درنا كات شتيها دونك كاع دوك لي كوموند اللي درتي كيطلعوا ولكن المشكل فين كاين ان داك الكونتوني ديال لي فيشي ولا الكونتوني ديال الفيشي ديال كارتريز ولا ديال شي سيرفيس ما تيطلعش عندنا في ديك كات وفوي ما تيطلعش في ديك كات داكوغ مزيان هادي من جهه اذا انا شنو فضلت ندير فضلت نحط لكم هاد الفيشي هذا فيه لا كونفيغ دو ا زد الوغ هاد الكونفيغ هادي شنو درت انا ديجا شديتو حطيته في هاد الفيشي هذا فيه الكونفيغوراسيون ديال لي سيرفيس ديال لي كارت ريزو كلشي لي سيرفيس كاملين دي ا سي بي دي ان اس الاف تي بي سامبا الان اف اس تيلنت الاس اس اش و فوي الاش تي بي كلشي بلي تيست بكلشي اللي بقى لينا واحد النقطه مهمه نورمالمون تا الا بغيتي داك الفيشي ديالك بغيتي تحطو مثلا في البيرو انا هاد الفيشي هذا بغيت نحطو هنا في البيرو هنايا دونك كاش كون فا فير نورمالمون نتوما غادي تلقاو بانه عندكم ديجا واحد ويندوز ياك داك الويندوز الا بقى لك شويه ديال الوقت شنو غادي دير غادي تمشي وغادي تانستالي سامبا مفهوم سامبا باش تشوف لا كونفيغوراسيون ديالها هي كاينه هنا غادي تلقاو بانه كاينه السامبا دا ال ان اف اس اذا قبل كاينه السامبا اذا هنايا الاف تي بي اذا هنايا التيلنت فوالا هي السامبا ملي تسالي السامبا وترو دي ماريا وداك الشيء كتمشي كتفيريفي من الكليون كدير لادريس اي بي كيطلع لينا داك البارطاج مثلا الشير الشير انا ديجا كاين عندي فيدورا مفهوم غادي نلقاو هنايا كاين سيستم دو فيشي كاين هوم وكاين الشير شتو هاي الشير كاينه في سلاش هوم شنو غادي دير داك الفيشي دو كونفيغوراسيون اللي حطيتي فيه لي سيرفيس ديالك وداك الشيء غادي تسوف كارديه وغادي انا ما غنهزش هذا نهز هذا اللي فيه كلشي وغندير ليه كونترول سي وغادي نحطو في داك الشير كونترول في في الشير فوايي كونترول في في الشير البروبليم هو غادي نلقاوه ها المشكل انك ملي غتدخل ليه بلوك نوت كتلقاه داك الفيشي مخربق شتوه كتلقاه مخربق دونك هنايا شنو غادي ندير غادي نمشي او بيان طوندي غادي ندخل ليه وغادي نمشي ندير فيشي انغوجيستري سو وهنايا في بلاصه الفان دو لين غادي نختارو ويندوز داكوغ وغنديرو انغوجيستري رومبلاسي في نفس البلاصه نيت ماشي مشكل ها هو دابا ملي غنمشي للويندوز وغادي نحل الفيشي غندير اوفرير بلوك نوت اوكي اوفرير غيطلع داكشي منظم سا مارش اذا هنايا غادي نجي ندير ليه كونترول سي وغادي نحطو في البيرو ها هو فين تحط من ديك الماشين تحط في البيرو بشرط خاصك تكون مانستالي ديجا لي في ام وير تولز سا مارش في ام وير تولز اذا اللي بقات لينا دابا هو ديك الكونفيغوراسيون شنو درت حطيت لكم لا كونفيغوراسيون كلها في ان فيشي بي دي اف بلي زيكسبليكاسيون بكل شيء يعني كل حاجه اش كنديروا فيريفيكاسيون انستالاسيون لي سيرفيس تقريبا كاملين اللي غيكونوا في ليكزام داكوغ هاهما اذا هاد الفيشي هذا راكم غادي تلقاوه تحت لا فيديو وكنتمنى تعجبكم هاد لا ميثود هادي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.